السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الموقع أول ما تفتح لكم الواجهة كما تعودنا سابقا بشرح أدوات ومواقع الذكاء الاصطناعي، تفتح لكم الواجهة تسجلون في الطريق بالطريقة العادية بالإيميل الخاص بكم. هذه الطريقة هنا المجلد، هنا تقدر تضيف صورة، وهنا عندك أول يعني منتجات تمام موجودة تقدر تشتغل عليها، أي برودكت عندك من البرودكتات الموجودة، أو ترفع برودكت من جهازك الحاسب اللي هو منتج خاص بك، أي منتج. طبعا أنا شرحت قبل موقع أو أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي كذلك في تصميم المنتجات وتصوير المنتجات واعطاء جوده. هذا الموقع الثاني، طبعا اشوف ان الموقع هذا الثاني افضل من ذاك. ليش؟ لان هذا الموقع اول شيء مجاني، ما يعطيك حد محدود للصور للاستخدامات، وثاني شيء فيه مودلز اكثر من الموقع الثاني، وفيه اضافات اكثر من الموقع الثاني، يستخدم تقنيه الذكاء الاصطناعي اقوى من الموقع الثاني. شوف المودلز ونشوف الاشياء الموجوده اكثر من الموقع الثاني، والاداء صراحه احترافيه جدا، و فيه أشياء كثيرة الكثير من المنتجات، سواء من العصائر، سواء من أدوات التجميل، أدوات طبية، أدوات منتجات عطرية، كثير من المنتجات موجودة داخل هذا الموقع، أو مودلز موجود، وتقدر أنت كذلك تولد المودلز في النص من خلال أوامر، خلال الأوامر اللي تكتبها أنت في المربع التنفيذ. طبعا طريقة عمل هذا الموقع مثل ما شرحت الموقع السابق، تقريبا مشابهة للموقع السابق اللي شرحته. خلينا نشوف الموقع السابق ايش اللي كان هو. شوف هذا الموقع اللي هو شرحته انا في الحلقة الماضية بيبلي، عندك منتجات وعندك كم مودلز. لو راح اشوف المودلز الموجودة او المسموحة، طبعا هو يسمح لك 40 صورة، هذه المودلز الموجودة كامل المودلز، ما اشتركت ما يعطيك كل المودلز. اما الموقع هذا فلاير مجاني، ما اعطاني اي استخدام مؤقت، يعني اعطاني جربته صار لي 4 ايام او 3 ايام اشتغل عليه واجرب فيه عشان اطلع بنتيجه حلوه واشرحه بشكل جيد عشان تستفيدوا منه في منتجاتكم او في اعمالكم. طبعا هذا الموقع فيه الكثير من المودلز كلها مجانيه. الان عايز ان انا ارفع اي منتج عندي، اي برودكت عندي من جهاز الحاسوب عشان ابدا اشتغل عليه. الامر بسيط جدا، تروح من هنا الخيار، هذه طبعا تجربه، عندك عده برودكتات موجوده سابقا عشان ايش يعطيك تجربه للموقع. انت عندك منتج خاص بك، انا عندي منتج خاص بي، عندي منتج انا قمت بتصويره من 4 سنوات اللي هو هذا المنتج. اخذ هذا الذهبي ارفعه للموقع. بعد ما ترفعه طبعا راح يبدا هو نفس الموقع يزيل لك الباك جراوند ويزيل الخلفيه من الموقع. الامر يعني جميل جدا بهذا الموقع. طبعا راح تحدد نوع المنتج اللي انت، شكل المنتج، هل هو بوكس، هل هو بوتل، هل هو يعني اي، لازم تحدد، تعطيه تحديد اي يعني تشبيه انا اكتب له بوكس، يعني هذا شبه بوكس باللغه الانجليزيه. تمام، بعد ما تكتب له بوكس انا يبدا الموقع الان يعطيك الصفحه النهائيه، يعني المنتج راح يكون هنا. هنا تحدد الحجم الخاص بالمنتج اللي انت تريده، كيف راح يكون حجمه داخل التصميم. وليكن انا عجبني هذا الحجم او اريده بالحجم هذا، طبعا راح تروح تختار الان من المودلز، انت مثلا عاجبك مودلز من المودلزات هذه، تريد انه الصورة تكون مثلا على زي الجبل وفي ورد وخضار، المنتج مثلا يكون عطري، هذا يكون مناسب للعطور. احنا نريدها تكون على طاولة مثلا زي هذا الطاولة، بس تكون في اضافات احسن. يعني خلونا ننزل تحت نشوف ايش في عندنا. شوف هذا مناسب كونه فيه ذهبي والوان ذهبية، وفيه كذلك طاولة ذهبية وخلفية بروتريه او عزل خلفية ذهبية، راح تكون مناسبة. نشوف اذا لقينا انسب من الصورة هاي راح نجربها. طبعا ننزل تحت نشوف ايش عندنا مودلز يناسب هذا المنتج، طبعا كذلك هذه مناسبة. ننزل تحت ننزل ننزل وهذه مناسبة، نشوف الانسب فيهم نختاره. احنا طبعا نجرب بشكل يعني تجربة بس عشان ايش ناخذ يعني على الموقع وكيف راح نستخدمه. مثلا بعد هذه حلوة، فرضا انا اخذ هذه اللي هي الذهبية واعطيه جنريت تفعيل او توليد، انتظره 4 ثواني 5 ثواني يبدأ بالتوليد. نشوف النتيجة الرهيبة اللي اعطاني اياها، صراحة ابداعية واقعية. لو اروح احملها الان وانزلها على جهاز الحاسوب واشوف حجمها واطلع على الصورة من قرب او بالحجم الكبير، شوف الصورة إبداعية، ألوان ذهبية متناسقة مع البوكس حق الساعة والقلم. تمام، شيء رائع جدا صراحة. لو أروح أعطيه منتج ثاني مثلا أو أختار منتج ثاني لهذا المنتج، عطر مثلا هذا عطر،
طبعا عطر هو زجاجة، نعطيه خيار زجاجة، حذف الباك جراوند بوتون، نعطي أمر زجاجة بوتل، تمام، نعطيه دون، نحذف المنتج اللي عندنا. نحتاج هذا الزجاجة العطرية انها تكون في مودلز مناسب لها. اعطيه الان امر التوليد، او راح اختار له مودلز معين. طبعا اكثر شيء، اكثر مودلز يعني حلو هذا المودلز صراحة. لو راح اعطيه امر جنريت، خلنا نشوف ايش النتيجة راح تكون في هذا المودلز. صراحة هذا المودلز حلو، مناسب للعطور ومناسب للزجاج ومناسب لأي منتج أو أي برودكت عندك على شكل زجاجة، سواء منتج طبي، منتج عطري، أي منتج عندك، لأنه صراحة الألوان فيه رائعة جدا، سينمائية وواقعية جدا، والمودلز رهيب جدا. يعني تقدر تعدل عليه وتاخذ بعد تكتب أي وصف للمنتج اللي عندك، تشوف النتيجة المبهرة الجميلة صراحة والإبداعية. نعمل داونلود للمنتج ونروح نشوف النتيجة النهائية. شوف النتيجة النهائية صراحة يعني انعكاس رائع جدا للعطر وأضواء وعزل الخلفية، شكل جميل جدا وزهور من نفس ألوان العطر، يعني صراحة إبداعية إبداعية وجميلة جدا. والجميل إنك تقدر تعدل على الصورة النهائية من هذا الأمر. أقدر أروح الآن أمسح أي شيء ما يعني ما يعجبني بداخل الموقع، من اخذ اداة المسح او اداة الحذف، اروح مثلا عندي الشيء هذا مو عاجبني في التصميم، يبدأ هو تعطيه جنريت يمسح لك الشيء اللي حددته. مثلا عندك تصميم فيه خطأ او فيه شيء زايد وما تحتاجه انت كمصمم، تروح تحذفه بشكل تلقائي. شوف حذف لي اي شيء داخل الموقع، مثلا بعد حذف هذا الصورة، عشان مثلا لو تحتاج كتابة نص معين هنا، نص تسويقي، تقدر تاخذه على الفوتوشوب او على اي برنامج تصميم تشتغل عليه، تصمم دقائق أو ثواني تنتج الصورة الخاصة بك. مثلا أروح الآن أرفع له، مثلا نجرب هذا الموقع لأشياء أكثر. ناخذ مثلا الآن برجر مثل ما جربنا الموقع السابق، أو آخذ مثلا السندويشة، أو آخذ مثلا العصير هذا. خلنا نشوف منتج هذا العصير، فرضا هذا العصير عندي، خلنا نشوف كيف راح تكون النتيجة. أحذف الخلفية، راح يكون مثلا نوصفه، نكتب له بوتل، تمام، نعطي أمر التوليد، نروح نحذف المنتج السابق. الآن يجي منتجنا مفرغ من الخلفية تماما. نروح ناخذ نختار مودلز معين، مثلا عندي مودلز قبل شوي شفت مودلز يشبه هذا المودلز، أو يعني شيء متطاير، شوف زي هذا حلو، شوف شيء تاني هذا بعد حلو لأنه في تطاير للماء شبه له، نعطيه جنريت ونشوف ايش النتيجة راح تكون. طبعا احنا شغال الآن نجرب للموقع بس عشان ايش، نشوف إمكانيات هذا الموقع، كيف راح نستخدمه وكيف راح نستفيد منه. صراحة المواقع الآن كثيرة، يعني هذا الآن أختار أغلب الأشياء اللي يحتاجها المصممين، أغلب الأشياء اللي يحتاجها التقنيين والمهنيين في مجال الجرافيك أو التصوير. فالآن يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يتطور بشكل كبير، حتى الآن شركة أودوي شوف النتيجة المبهرة صراحة، نتيجة حلوة جدا. طيب هذا النتيجة جميلة، نقدر بعد ننزلها ونقدر نعدل عليها مثل ما اتفقنا. هذه النتيجة نطلع عليها الآن، شوف النتيجة بشكل عام، حتى صار انعكاس للعصير أو رشة العصير على الأرضية. جميل 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 بشكل عام، جميل جدا ومقبول جدا. نجيب منتج ثاني، مثلا عندي الساعة، أروح أحذف المنتج، ساعة إلكترونية، منتج مثلا إلكتروني، نعطي بوكس دون، نحذف المنتج السابق، لازم تحذف المنتج السابق، تحدد حجم الساعة كيف راح تكون داخل التصميم. نشوف، أنا شفت قبل شوي موديل الساعة تحت، خلنا نشوف ايش النتيجة راح يعطينيها على شكل ساعة. هذا الساعة، شوف الساعة هنا، وعندنا هذا اللون حلو، شوف شيء مناسب للساعة، في قريب شيء يعني جميل، شوف هذا اللون حلو لأنه لون أزرق فيكون قريب منه. احنا نحاول قدر الامكان يعني نتعلم كيف نستخدم مواقع الذكاء الاصطناعي، ايش التقنيات المهمة، ايش الاشياء اللي راح تفيدنا. انت طبعا 5 ثواني ل4 ثواني تطلع لك النتيجة النهائية، وتقدر تعدل عليها مثل ما خبرتكم اذا طلع شيء ما يعجبكم، او شوف النتيجة جميلة صراحة، لانه ايش اخذنا الوان يعني سينمائية، شوف النتيجة يعني جمالية، اعطاني ظل واعطاني تصميم حلو خلال ثواني معدودة، اعطاني الوان حلوة وشيء مقبول جدا، و أعطاني كذلك
أشياء زي الأشياء الرقمية خلفية يعني. يعني هو قدر يقرأ ويفهم المنتج بشكل جيد خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. يعني الصراحة الأدوات هذه كلها تخدم الجميع، تخدم الجميع. لو أخذ هذا المنتج العقد الثاني ألوان مختلفة عن ألوان المنتج السابق، خلنا نشوف إيش النتيجة اللي يعطيني إياها. أعطيهم مثلا بوكس، أعطاني إياه، أعطي الحجمات، أروح أختار موديل ثاني مثلا وليكن لون قريب للون، لأن نشوف اللون هنا فيه جريديانت تدرج، فأحتاج شيء، فلازم يكون بشكل عمودي أو أفقي. المودلز لازم تختار بشكل عمودي، مثلا أختار هذا العضو، أعطيته أمر جنريت نشوف النتيجة النهائية. طبعا المواقع هذه كلها الآن مثل ما تكلمت هي تخدم المصممين، وأعيد وأكرر لازم الكل يبدأ يتدرب ويفهم أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنها راح تساعد الكثير إنه ينتجون ويمتلكون مهارات أكثر من قبل. يعني الآن أنت بالسابق كنت تمتلك مهارة واحدة تتخصص فيها، الآن تقدر تتخصص بمهارات كثيرة بسبب وجود الذكاء الاصطناعي من شات جي بي تي. نشوف النتيجة صراحة جميلة جدا. لو راح أعمل داونلود وأطلع على الصورة شوف النتيجة، أعطانيها في ورود و جمالية صراحة. شوف الدقة والجمال صراحة. لو أخذ أي شيء هنا أكتب له وصف معين للعطر أو المنتج تصير الأمور تمام. أروح أحذف أجي منتج ثاني مثلا، وليكن المنتج الثاني أكل، نفرض أنه عندي البرجر هذا، خلنا نشوف إيش النتيجة اللي أعطاني إياها. هذا البرجر نحتاج يكون، أنا شفت مودلز برجر، شوف إيش النتيجة اللي أعطاني إياها. منتج مثلا طعام، اكيد موجود عندنا منتجات هنا خاصة في الطعام، اكيد تكون النتيجة لطيفة وبيرفكت. خلنا نشوف، هي مبدئيا النتائج حلوة وجيدة وتقدر تعدل عليها وتستفيد منها. شوف هذا المودلز الخاص بالبرجر، لو اروح على الان شوف في شيء ثاني غير المنتج هذا اللي هو خاص في البرجر في الاكل. اذا نزلنا تحت نزلنا تحت نزلنا تحت، انزل انزل انزل، هذا منتج ثاني نفسه، وننزل تحت ننزل شيء خاص بالأكل والمطبخ، ممكن هذا نوعا ما يعني الخاص بالكافي. يعني هذا حلو على شط البحر، مثلا تكون بصحن على شط البحر، نعطي أمر جنريت مثلا بصحن على شط البحر، خلنا نشوف النتيجة. شيء مشهي صراحة، خلنا نشوف النتيجة. الله الله الله، دمج للبرجر كله في وسط البحر. والله الإبداع. خلنا ننزل الصورة ونشوف ايش النتيجة اعطانيها المجنونة هذه. جدا لو راح اخذ منتج رابع او خامس نشوف النتيجة النهائية لهذا الموقع. المنتج هذا خلاص عندي منتج هذا مثلا، هذا منتج عندي في متجر الكتروني وعايز ابيعه مثلا، هذا المودلز مناسب، لونه اخضر وطبيعة خضراء وشكل عمودي. خلنا نشوف النتيجة. النتيجة صراحة تكون مبدئيا يعني جيدة للي حاب يستخدم ويطور مهاراته بالموقع، تكون جيدة النتائج. الله طانية كيف، نروح نعمل داونلود للصورة، نتيجة حلوة، ضبط لي الشادو وضبط لي أشياء كانوا على شط البحر، صخر وردة، يعني الأشياء حلوة نوعا ما وأشياء جميلة صراحة. مثلا خلنا ناخذ منتج من المنتجات الموجودة عندهم، مثلا عندي المنتج هذا، عايز المودلز مثلا يكون المكان هذا، اعطي امر جنريت. خلنا نشوف، الجميل في هذا الموقع انه مجاني بالكامل، شوف النتيجة المبهرة، الموقع مجاني بالكامل. هذا الجميل في هذا الموقع انه مجاني وما يعطيك حد معين، شوف النتيجة المبهرة صراحة، دقة وجمالية جدا جدا رهيبة. لو اخذ مثلا عندي كافي، عندي مثلا كافي وعايز اسوي له منتج كافي وعايز اسوي له يعني دعاية، شوفوا معطيك هنا نفس المنتج. مثلا انا احب يكون قهوة وشي رايق، لازم يكون بشي رايق كلاسيكي، هذا المكان رهيب. خلنا نشوف، او بالصحن هذا، خلنا نشوف هذا، اعطيته امر جنريت، نشوف النتيجة الان للقهوة، هل يعطينيها بصحن زي كذا ولا لا. الله صراحة يعني صراحة حلو مرة 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 مرة، جميل جدا جدا جدا.
شوف هنا قطع من الفواكه، أعطاني عازل شوي، عازل الخلفية وتركيز على المنتج. هذا النتائج بشكل عام. هذا الموقع طبعا تقدر تعدل الموقع وتقدر تضيف منتجات من أي شيء تحب تضيفه، تقدر تضيفه، تضيفه على المنتج الخاص بك مثلا، هذا الشيء تقدر تضيفه هنا تستخدمه، تختار تعدل من لونه مثلا أحمر، تقدر تضيف أي شيء ثاني مثلا، عندك وردة، عندك هنا كأس تقدر تضيفه بعد الموقع. هنا يعطيك أشياء وأدوات تجميلية للعمل عندك عشان يكتمل. إذا حاب أنت تزيد على المنتج عندك، تضيف له أشياء إضافية، فهو يعطيك أشياء إضافية تشوفها كثيرة جدا يعني، وكلها مجانية. الموقع يعني هذا كله، الجميل فيه إنه كله مجاني. وطبعا تقدر تعدل على المنتج مثل ما اتفقنا، تقدر تمسح شيء معين مثلا، حاب أمسح مثلا، خلنا نشيل هذول، أحذف هذول مثلا، حاب أمسح هذول ماني عايزهم أو ما أحتاجهم، أروح أضغط على المنتج بالطريقة هاي، أروح على ماجيك وبعدين أختار المسح مثلا، أمسح هاي بس ضغطة خفيفة كده وضغطة خفيفة كده، وأعطيه جنريت، راح يمسح لي الحبتين هذول، حبتين توت، يزيلهم بشكل مباشر زي أداة المسح في الفوتوشوب. مثلا عايز اخفي شيء معين، لا مثلا اكتب نص هنا واخفي اي شيء تقدر تخفيه يعني. الشيء هذا الجميل في الموقع انه يعني يسمح لك تعدل على المنتج وتضيف عليه اشياء اكثر من الموقع الثاني اللي هو ببلاي، هذا ببلاي هذا، وبعد انه هذا ببلاي مدفوع، وهذا فلاير مجاني، موقع فلاير. فانا شرحت قبل موقع ببلاي اللي يعطيك 40 صورة. مثلا ارفع منتج كاميرا، خلنا نشوف، نرفع منتج كاميرا عندي، هذا منتج، لأنه عندي مودلز كاميرا تقريبا مشابهة للزاوية، نشوف ايش النتيجة اللي اعطيني اياها. هذا منتج الكاميرا، ننزل نعطيه جنريت. طبعا حددته وعطيته جنريت بس سريع، ممكن انتم ما شفتوه لكن بسرعة فائقة. الآن ننتظر شوي نشوف كيف النتيجة راح تكون مع التأثير اللي هو او المودلز الخاص بالكاميرا. شوف الجمالية، صراحة إبداع يعني، جميل جدا، جميل جدا. هذا صورة يعني تعتبر جيدة جدا صراحة، نظرتها و طريقة الدمج فيها رهيبة جدا جدا صراحة، يعني جمال مو طبيعي، إبداع صراحة. أترككم رابط الموقع في وصف الفيديو، وأتمنى استفدتم من هذا الشرح المبسط والسريع، لأنه هو الموقع سهل وبسيط، ما يحتاج لهذا الشرح وما يحتاج لهذا المدة من الشرح، لكن أنا حبيت أشارككم هذا الموقع. ولا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب والإعجاب في هذا الفيديو ومشاركة هذا المحتوى مع أصدقائكم المهتمين في هذا المجال. وكان معكم مشعل، وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله ومعلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.